وهالصوبة ديالتي هادي راه تجي بنينة وتجي جديدة وتجي رائعة وتجي زوينة. جربوها شوفوا شحال حلوة. غادي ندوز ندوق معاكم ونقول لكم كيفاش دايرة. فنة ورائعة، نتمنى من الله نجربوها وندوزو لطريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تتشوفوا هذا الفيديو اللي هو ساهل ماهل، وغنديروا ان شاء الله الصوبة بهذه القرعة هذه اللي تتكون زوينة وتتكون رائعة. غسلتها ونقيتها من الداخل اللي هي ديال بوتيغون. وعندنا هنايا تقريبا واحد هذو الريوس ديال البوارو، اللي ما عندوش البوارو عقدوه بالبصلة. وعندي هنا خيز الزقوة اللي نجرتها اللي تتكون زوينة. وعندي هنا بطاطا، وعندي هنا لفتة واحد اللفتة، وعندي هنا شويه ديال الكرافس، وعندي هنا شويه ديال الحبق. هذا تيبقى اختياري، غنديروه من الفوق باش نزينو ولا نديرو معدنوس كارم. وغادي نديرو هنا جوج فصوص ديال الثوم اللي هما عندي هنا. وعندي هنايا شويه الملحه، معلقه ديال الملحه. وعندي هاد الكنور هذا اللي غنديره نصها ما نديرهاش كامله. هذا ديال الخضار، ممكن ديرو كنور اللي عندكم. هذا في التور تيجي زوين، تيجي في العدس وتيجي في الصوبه وتيجي في كسكسو اللي هو اصلا انا تنشري هذا بزاف. تنشري تا كنور ديالنا ديال المغرب، تنشري كنور ديال البقري، وهذا حسن في الخضره. وندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الخيزو ديالي كنقطعو بهذه الطريقه، نقطعو ونعاود نغسلو، نقطعو عشوائي هكايا. راه تجي زوينه الصوبه هاني. وبطاطا تاني نقطعها هك كيف تشوفوا. نقطع هذا اللفته تاني نقطعها هكا. وهذا البورون نقطعوه هكايا عشوائي، حيت غادي كلشي نطحنوه. اللي ما عندوش البورون ديروا البصله ماشي مشكل. وزوج فصوص ديال التمر تيجيو زوينين في الصوبه. تندوز عدي الماء هنايا، ممكن نتوما ديروا المطيب. انا درتو اي بارد وغندير فيه كلشي. غندير فيه درت لهذا ديالي الكرافس، ندير المليحه، ممكن ديروا البزار اللي تيبغي البزار. والخضره راني غسلتها من طبيعه الحال كلها مغسوله. غادي ندوز نديرها. وعدي البوطه من جهده دغيا غادا تسخن. ودرت تقريبا واحد لتر ونص ديال الماء، داكشي كيبقى على حساب افراد العائله. تندوز الكنوره ديالي تنفرتتها هكا. انا درت انسها ما درتهاش كامله، حتى انا ما دايرهش خضره بزاف، داكشي تيبقى على حساب افراد العائله ديالتكم. انا درت اي نص، ما غنديرش بزاف، نص كافي. وغادي ندوز ندير معلقه ديال زيت الزيتون، تبقى اختياريه تيجي زوين زيت الزيتون. وندوز نردها فوق البوطه طيب، نسد عليها تقريبا واحد 20 دقيقه ما بين الطبخ وكلشي. يعني تبدا الطبخ مثلا ما بين 5 دقائق من شوفه الطبخ صافي، حيت الكوكوت تتصفر 10 دقائق كافيه. هالصوبه ديالتي بعد ما طابت ها هي خرجتها، راه تيبان لكم فيها الزيت. ما غندير فيها البزار، ممكن نديروه في الجبانه ديالنا ونطحنها بهذا. هذا تيطحن لي زعما مزيان، وما خليتهاش حاميه بزاف حيت الا طحنتو الصوبه، الا طحنتو به الصوبه ولا اي حاجه حاميه راه ما تيطقلش عندكم. هذا انا من الاحسن تنخليها تبرد شويه، راه باقا سخونه، راني خليتها شويه بردت. وغادي نبدا نطحن، وملي نطحنها نرجع معاكم. فانا طحنتها بهذا، شوفوا كيفاش جات، جات زوينه. وطحنتها وطحنت مزيان. ولا طحنوها اللي ما عندوش هذا تطحنها في هذاك العادي اللي تنطحنوا فيه العصير، ولا كل واحد واش تيدير. انا طحنتها بهذا ساهل العمليه ديالته، زعما ساهله. تنطحن به البغرير، تنطحن به لي كريب، تنعدو هذاك اللي تنديرو به نطلعو به البلون ناج، تيزيني زعما ساهل في الجميع وكلشي. عاد غير نجمعو صافي وتنجيبوها. راه تجي بنينه ولذيذه، جربوها. تجي هكا على شكل هذا فلوتي، تجي هكا زعما ماشي جاريه بزاف، ممكن ديروها جاريه. انا تنبغيها هكا على شكل فلوتي، تجي زوينه وتجي رائعه. وهادو الدراري عزيز عليهم تجي حلوه بهذاك القريعه وقايتتها هادي، نستغلوها، نستغلو الخضره في الموسم ديالها. هذا راه وقت البورو ووقت القرعه كاينه موجوده. تتشري قرعه مثلا بجوج اورو ولا هادشي تدير، ما تتفوتهاش. قريعه صغيره تديري منها الكسكسو تيبقى لك منها العسوب. وكيف قلت لكم كيف تتشوفوا نزينها هكا بشويه الحبق، الحبق او معدنوس كارم اللي عندكم نتوما، واللي تيبغي الحار او البزار. انا درت كنور، راه كافي في هذا الكنور اللي درت.
وانا راه غادي نزيد الحار، واخا تنقول لكم داكشي تيبقى على حسب الذوق، اللي بغى البزار يزيدو، اللي بغى الحار يزيدو. وانا نزيد الفلفله ديك الحاره تتجي زوينه ورائعه، واللي بغى الكمون عاوتاني يزيدو. وعندي هاد الفلفله حاره انا دايرها هنا، هاد القرعه في الحقيقه ماشي ديالت، هاد القرعه وقله ديال الثومه المطحونه. وانا عندي هاد الفلفله حاره راه ديال البلاد، حاره حاره ما نقولش لكم، نزيد شويه باش تجيني حاره وزوينه. وتنديرها حتى في هذا، حتى في البيساره راه تجي زوينه. وتنتمنى من الله اللي شاف هاد الفيديو يدير وعجبو، يدير لي لايك ويخلي لي كومونتير زوين. ودائما تندعى معاكم، لاجع ربي يعطيكم ما بغيتو في خواطركم ويصلح لكم وليداتكم دائما ان شاء الله. فيما لقى شي كومونتير تندعي مع مالي. وهذا هو الى الفيديو المقبل ان شاء الله.